بعد ما تولينا اقتناء العقار هذه من طرف الوكالة العقارية للسكنة الأفهاش، تحملنا مسؤولياتنا، قمنا بإعداد برنامج لتهيئة الفضاء هذه وجعله معناتها متنفس عائلي ترفيهي لمتساكني المنطقة اللي يتوقون دائما وابدا لمثل هذه الفضاءات. هذه تعرفوا ناس كلها اللي كان معناتها فضاء مهمل، فضاء به عدة اوساخ، عشبته فيليه مثل وكر الفساد زاده. احنا خممنا في هذا الكل، اول حاجه اولويه ساعه هي تهيئه الفضاء. راك تشوفوا الباب الحديدي جديد بالنسبه للمعناتها لي بون هذوما كيف كيف عملناهم في شكل اثار، التهيئه كامله شملت النظافه كامله، تجريب الاشجار، عملنا معناتها ركزنا العشب الطبيعي غراسات، وهذا كل معناتها عملناه كتهيئه اوليه. عملنا الكابين هذيك اللي باش نحطوا فيها معناتها الحارس اللي باش يحرس المنطقه هذه. اون اتوندون تحضر كراس شروط، في الحقيقه هي لجنه كامله عملناها جهويه فيها الادارات الكل بما فيها المعهد الوطني للتراث، باش نعملوا الصيغه النهائيه لكراس شروط باش نعملوها معناتها نكريوا الفضاء هذايا بما يليق بمدينه منوبه. نعملوه فضاء فيه كل شيء، فيه الفضاء الثقافي، فيه الفضاء الترفيهي، فيه الفضاء التنموي كذلك، وهذا معناتها ما ان شاء الله نتوقي اليه في القريب العاجل. ما زالت الاشغال متواصله، عملنا 50% مجهود كبير جبار في رقم قياسي حضرناه بمناسبه الاحتفال باليوم الوطني للنظافه. كانت في السنوات الماضيه نقطه سوداء، واليوم الحمد لله اعاده احياء المكسب التراثي والثقافي والمتنفس في الجهه. كان قبل نتذكرها وانا صغير فضاء عائلي، كانت فيه عده انشطه ثقافيه، مهرجانات، كانت اسباس للعائلات وللاطفال. الحمد لله اليوم كما تشوفوا جبيت زروق في حله جديده، كان متنفس معناها لسنوات للعائلات، لعائلات وسط منوبه وعائلات ولايه منوبه كلهم، انهم يجيوا لجبيت زروق يجيبوا صغيراتهم تتفرهد العباد صيف والا شتاء. لكن للاسف تقريبا منذ 10 سنوات جبيت زروق كانت مغلقه، بعد سنين ترجع للنشاط في انتظار انه يكون متنفس للصغير وللعائلات. إن شاء الله المهتمين بالشأن لهنا في منوبة يزيدوا يركزوا أكثر على شنو ناقص المتساكنين وجبيت زروق خاصةً.